المدرب حتى المدرب شوف هذا امر المقابله اللي ديريكت ضد سويسرا شفنا المهاجم واسمه لي سجل راموس لي سجل ثلاث اهداف راموس بالله اليوم شفت راموس ما كانش اليوم لما دخل رونالدو في الشوط الثاني شفنا كاين يعني كاين بانيك في ديفونس تاع المغرب كان ضغط كبير على المدافعين تاع المغرب حتى الرقراقي كما كان تكلم حسين وقال زاد مدافع في وسط الدفاع محور الدفاع نظن بلي نقول لك مؤامره ضد رونالدو لا كلمه كبيره صح. ولكن اللاعبين ما كانوش حابينه يكون في الميدان.